لقد أثبتت عاشوراء أن دم المظلوم أشد فتكا من كل أسلحة العالم. بعد عاشوراء أصبح كل شيء جاهزا للثوار، الراية والمنهج والمشروع، فكل راية حق تحمل الشعار هي هات منا الذل، وكل ثائر أصبح منهجه ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، وكل مؤمن أصبح محور عمله ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. الحسين عليه السلام ولد ليقتل وقتل ليحيا، وبحياته حيت قلوب شيعته، ولكم في الشهادة حياة. كان عبد الله الرضيع أصغر من قتل في كربلاء، ولكنه كان من أكبر جنود الله في التاريخ. عبد الله الرضيع وأعظم شهداء الحق، لأنه أصغر من أريق دمه الطاهر في المواجهة مع جبروت الباطل. عندما أريقت قطرات دم الرضيع على وجه الحسين، كان الحسين بذلك يوقع على وثيقة شهادته الكبرى أمام محكمة العدالة الإلهية. لقد اعتدى بنو أمية على الطفل الرضيع فسقطوا في فخ العجز عن تبرير حربهم الظالمة على آل البيت، فمن يا ترى يستطيع أن يبرر مقتل طفل بريء عطشان عمره أقل من 6 شهور؟ كان عبد الله الرضيع نجما صغيرا في الحجم، لكنه في التاريخ أكبر من كل الشموس المتوهجة في الكون. الذين قتلوا عبد الله الرضيع في يوم عاشوراء ثم ورثوا حقدهم لأحفادهم هم الذين يقتلون اليوم الأطفال الرضع هنا وهناك من أتباع أهل البيت.